أنا عايز أسألك سؤال يعني كده معلش. اتفضل اسأل. حضرتك يعني أنا من الأحداث الأخيرة اللي حاصلة في إخواتنا الفلسطينيين يعني من يوم 7 أكتوبر ولحد الآن يعني من الأحداث اللي أنا بشوفها يعني أنا حرفيا مش عارف أمارس حياتي الطبيعية. يا أخي الكريم، لا تخرج بمخرج الهزيل الضعيف التي تشمت بنا الأعداء، اخرج بمخرج القوي. ادعو الله لا الحمد لله، ادعو الله للإسلام والمسلمين يا أخي، ادعو الله للإسلام. أنا حزين عن اللي حاصل والله، احنا ما نجلس يعني أتجاوز الموضوع يعني المقام ليس جميع اللي حواليا بيصفوني بيقولوا أنت مبالغ شوية. يا أخي اسمع اسمع الكلام يا أخي، لا تخرج على الناس بمخرج المتباكي، اخرج على الناس قوي العزيمة واحتسب إخوانك شهداء عند الله وادعو الله لهم. ارفع كن عمليا، ما يجدي البكاء ولا العويل، بكاك هيصنع لنا ايه؟ بكاك عويلك ماذا سيصنع لنا؟ ادعو الله لهم، وان كان بامكانك ان تصنع شيئا لنصرة دينك انصر دينك وراجع نفسك مع الله. اما نخرج كل يوم واحد يبكي لنا على نحن نخرج للناس بمظهر قوي نحتسب شهداءنا عند الله سبحانه وتعالى، اما التباكي ما يصلح في شيء. السلام عليكم.